نجاحات عاصي الحلاني من لبنان والوطن العربي إلى أوروبا، حيث التقى بالجالية العربية بالسويد بحفل أكثر من ناجح. من ستوكهولم، شو بيقول عاصي الحلاني وكيف تفاعل الجمهور معه؟ منتابع سوا. الحفلة كانت بتطير العقل، وجو الناس مثل ما شافت الكاميرا، كان تفاعل فظيع. اليوم كان في كتير من بلاد عربية كتيرة، يعني لبنان وطبعا من العراق، من سوريا، من فلسطين، من الجزائر، من المغرب، ومن مصر. الناس جاية لتغني وترقص وتفرح وتنسى المشاكل والهموم. إن شاء الله بينعاد على شعبنا بلبنان بالصحة والسلامة، ويرجع لبنان أحلى مكان، ويكون العهد الجديد هو عهد سلام وازدهار ومحبة ووئام. لأنه نحن للحقيقة مرقنا بظروف كتير صعبة، وبتصور أنه إجا الوقت أنه يرجع لبنان يرتاح، والشعب اللبناني يرتاح ويعيش الهدوء اللي لازم يعيشه. رغم اعتذار السيدة ماجدة الرومي عن أي إطلالة إعلامية وحتى عن إحياء الريسيتاليت الميلادية السنة، لاحظنا على وفاة والدتها وبعد مرور ساعات على إقامة قداس الذكرى الأربعين عن روحها، أطلت الماجدة باتصال عبر شاشة التلفزيون المصري مع عمر أديب للدين التفجير الإرهابي اللي طال الكنيسة البطرسية بالعباسية. قبل الميلاد وراس السنة، شو المطلوب؟ المطلوب ضرب السياحة بمصر، المطلوب انه مصر تتسكر بوابها على اهلها، ويكون الكلمة الاولى للخوف والارتعاب. بس احنا فاهمين كمان انه العدو واحد معروف، يعني هو معروف شو هدفه، كمان معروف تفتيت دولنا للسيطرة عليها، على ثرواتها. هيدول اسمهم خراب العراق، هيدول اسمهم خراب سوريا، هيدول اسمهم الدموع اللبنانية عمر، هيدول اسمهم دم اللبنانية والفلسطينية، هيدول اسمهم ضياع ليبيا، هيدول اسمهم استباحة أرض سوريا، استباحة أرض اليمن. بكل أسف بقول لك هيدول هني. طبعا مصر مستهدفة، صدقوني إنه هني الشر المطلق، لا لهم علاقة بالإسلام ولا المسيحية، هيدول ناس لابسين هيدا الثوب ضمنا هني الشر المطلق. عن خبرة لبنانية، التفاف حول الحكومة المصرية اليوم، التفاف حول سيادة الرئيس، هاي هي ضمانة الهيبة والسيادة المصرية. هذه كانت مواضيعنا لليلة، ضلوا بألف خير.